شالا موقع تاريخي يعتبر واحد من أهم المواقع التاريخية في الرباط. هذا الموقع يعتبر الحقيقة موقع سياحي الآن، بناخذ نظرة بعد شوية عليه، ولكن لا بأس نقرأ ولو الشيء البسيط عن هذا الموقع. وهو طبعا منذ منتصف القرن الأول بعد الميلاد عند بعض الكتاب القدامى، وأكيد هذا الموقع بيكون تاريخي، ولكن هو تحفة معمارية أكثر من أنه تاريخية. نشوف بعدين إذا دخلنا هذا الموقع الجميل وش نشوف داخل. يقال أنه من أجمل الأماكن التراثية والمناظر الطبيعية أيضا في هذا المكان أو في الرباط بمعنى أصح. والعين تشوف قبل هذا هو الموقع الجميل الساحر الحقيقة. ولأن احنا بحاجة إلى إرشاد سياحي فمعنا مرشدة سياحية. مريم مساك الله بالخير. السلام عليكم. تفضلي الكلام ليش؟ طبعا مريم ما تحب أحد يشوفها عشان لا أحد. هذا أيوة. المكان هو تعاقب الحضارات، حضارة إسلامية كما ترون وحضارة رومانية، هاي حضارة رومانية، يعني تعاقب حضارتين في مكان واحد، وهذا من أحسن المسائل التاريخية التي حدثت في هذا المكان، يتعاقب حضارتين. طيب هذا هو المسجد صح؟ هذا مسجد. مسجد. نعم. وفيه قبور في الداخل، فيه قبور. وهذه الحضارة الرومانية. هذه الحضارة الرومانية على شكل كنيسة، كنيسة. راه أثر، نقربوا منه ونشوفوه أثر. طيب وش سر اللقب؟ هذا مسجد من المساجد الموجودة في هذا الموقع، وهذا أحد طيور اللقلق. هذه قاعة الصلاة. هذه قاعة الصلاة. هذه يسموها صومعة يا مريم، اللي عليها طيور اللقلق هذه. هذه الصومعة، صومعة الأذان. رحلتنا إلى شلا انتهت، ولكن تبدأ رحلة أخرى بإذن الله تعالى في مكان ثاني ما أعرف وش هي. الوداية. الوداية منطقة تراثية من أهم المناطق التراثية الموجودة في الرباط. وأهمية هذه المنطقة أنها حافظت على شكل معمارها كما هي، بس يعني اعتنوا فيها بشكل كبير جدا، وأصبحت يعني كمدينة تعتبر من أهم المدن الموجودة في خلينا نقول التراثية أو القديمة، المدن القديمة في المغرب. ويعني جميل هذا المكان بأبوابه بأقواسه بكل ما تعنيه الكلمة الحقيقة، لأن بالفعل المدن القديمة هذه هي اللي بالفعل تشعرك بالحب يعني. فعلى كل حال هذه هي الوداية. هذه طبعا احدى ازقة هذا
حي، واش اسم الحي هذا؟ الوداية. قصبة الوداية. قصبة الوداية. قصبة. تفضل تفضل حبيبي. ويعتبر هذا الحي الحقيقة من الأحياء التراثية الجميلة جدا. طبعا عايشين الناس في بيوتهم مرتاحين مبسوطين. الله صراحة. السلام عليكم، كيف حالكم يا بنات؟ هذا وش اسمه المكان؟ الوداية. الوداية. أزقة الوداية. أزقة الوداية. حلو، ممكن ندخل داخل عادي؟ يسمحوا لنا؟ تفضلوا تفضلوا تفضلوا. كلموا داخل. والله صراحة مكان نحسدكم عليه. تفضل. والله مكان جميل جدا جدا جميل. خلينا نروح.